اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. حلقتنا النهارده جديده ومختلفه، وزي ما عودناكم دايما في برنامجنا على كل ما هو جديد، علشان كده حلقتنا النهارده عن علم لا هو جديد ولا هو قديم. طب دي فزوره؟ لا مش فزوره، العلم ده معروف منذ قديم الازل، عرفوا البابليون والصينيون والفراعنه كمان. طب احنا عرفناه ازاي؟ عرفناه من الرسومات والنقوشات المكتوبه على اثار هذه الشعوب. هو علم الحجامه. طيب هل الحجامة دي بتعالج كتير من الأمراض؟ وإيه هي الحجامة؟ طيب هل هي بتكون بديل للطب العادي؟ ده كله هنعرفه النهاردة في حلقتنا مع الدكتور أبو القاسم جابر الضوي، باحث في الحجامة. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرحب بالدكتور أبو القاسم جابر الضوي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اخصائي الطب التكاملي وباحث في الحجامه وعضو الاكاديميه الصينيه للطب التكاملي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. أهل وسهل. هنتكلم النهارده دكتور على الحجامه لكن بطريقه غير تقليديه. احنا عارفين طبعا ان الحجامه التشريح الكاسات الهواء، عايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد في الحجامه وايه هي انواع الحجامه. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بالنسبه للحجامه، في انواع كتير من الحجامه. الحجامه المتعارف عليها حاليا يعني، او اللي احنا نعرفها كلنا، اللي هي الحجامه بالتشريط، اللي هي احنا ممكن بنشرط في جسم المريض نفسه، بنطلع كميه معينه من الدم، وبالتالي بنعمل عمليه ريفليش للجسم كله، وده بنخلي كده ان الدوره الدمويه اتنشطت في جسم الانسان كله. في كذا نوع تاني من الحجامه لو المريض ده بيتحسس من حته التشريط. في حجامه عندنا هي الحجامه الجافه، ودي بتكون من دون تشريط خالص في الجسم، وفي الحجامه التدليكيه، وفي الحجامه الغامضيه، وفي حجامه بالميه، وفي حجامه بالنار. فعليك في انواع كتير من الحجامه غير الحجامه اللي هي بالتشريط. تمام. طيب هل الحجامه بتعالج كتير من الامراض؟ الحجامه بتعالج تقريبا حوالي 60% من الامراض، لان الامراض بتعتمد على ايه؟ اللي هي تخترق الجسم. اول حاجه جهاز مناعه ضعيف، تاني حاجه دوره دمويه خامله في الجسم، مفيش دوره دمويه نشطه في الجسم. فالحجامه اول حاجه بتعملها اللي هي بتنشط الدوره الدمويه في الجسم، تاني حاجه بتقوي جهاز المناعه وبتخليه متحفز لأي مرض أو أي هجوم أو أي فيروس بيخش الجسم. طبعا لو جهاز المناعة قوي بيقدر يدمر المرض ده أو بيقضي عليه. طيب هل هي ممكن تكون بديل للطب العادي؟ لا، هي مش بديل. احنا بنقول حاجة بجانب حاجة، بس احنا بنقول ما نلجأش دائما للعقاقير أو المضادات الحيوية أو الأنتيبيوتيك. احنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصحنا بالحجامة، واحنا طبعا بنتبع الرسول في كل حاجة. طبعا الرسول قال خير ما تداويتم به شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وأنا أنهاكم عن الجاي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجم كان بيحتجم، وأوصى أمته اللي هي تحتجم. فإحنا بنقول الحجامة مفيدة للجسم. أول حاجة بتنقي الجسم من لو في أخلاط في الجسم، في الدم، في شوائب. طبعا حضرتك عارفة الأدوية، كل الأدوية اللي احنا بناخدها والعقاقير والحاجات دي بيبقى فيها نسبة من الأخلاط، ما تخرجش من الجسم الإنسان، بتبقى موجودة في الدم. خاصة لو الإنسان ده بيبقى عنده كسور شوية في الكلى، أو عنده خمول في الكبد أو حاجة زي كده. فطبعا عن طريق الحجامة اللي احنا بنطلع الرواسب والأخلاط دي من الدورة الدموية، وبنحفز الدورة الدموية اللي هي تطلع دم جديد أو كرات دم جديدة، طبعا بتبقى نشطة غير كرات الدم اللي بتبقى هارمة في الجسم أو تكون تعبت أو عدى عليها فترة زمنية كبيرة. فاحنا بنطلعها عن طريق الحجامة، فبنحفز الجسم إن نخلي الدورة الدموية فيه نشطة، وتاني حاجة بنحفز الجسم ان هو ينتج خلايا كرات دم جديدة للجسم طبعا. طيب هو في امراض معينة بنستخدم فيها الحجامة ولا اي مرض؟ يعني في امراض زي هنقول الفقرات بتاعة العظام، لو في الم في العظام عندنا، لو في خشونة في الركبة او في المفاصل ممكن نستخدم الحجامة، لو في عندنا تحسس من الجيوب الانفية بنستخدم الحجامة، لو عندنا صداع نصفي اللي هو الشقيقة، الصداع اللي هو بيكون بدون سبب، بيجي بدون سبب، بنعمل اشعاعات وبنعمل تحليل كل حاجه ونلاقي احنا زي الفل مفيش اي حاجه، دي برضو بتجيب فيها نتائج هايله جدا الحجامه. طيب هل في سن معين للحجامه ولا كله ممكن ينفع الصغيرين والكبار يعمل حجامه؟ يعني احنا بنقول من سن 16 سنه بنبدا نقدر نعمل حجامه، يعني من اول سن 16 سنه يقدر الشخص يعمل حجامه على كامل جسمه. طب هي بيبقى لها اثار جانبيه؟ ملهاش اثار جانبيه، بالعكس يعني هي بتنشط الجسم كله وبتخلي الجسم يعني اكتف لاي هجوم او اي فيروس يقدر يخش الجسم. طبعا بيكون الدوره الدمويه بتاعتنا هايله،
بيكون جهاز المناعة بتاعتنا نشط وقوي، فبتحفز الجسم كله وبتخليه في عملية استعداد ان هو يقضي على اي فيروس يعني يكون داخل الجسم. طب ازاي بتبدأوا الحجامة انتوا مثلا لما يجي لكم الشخص بتبدأوها ازاي؟ طيب اول حاجة لما يجي اي واحد يعمل حجامة اول حاجة لازم يتسأل عن كذا حاجة، يعني السجل المرضي بتاعه، هل هو مريض سكر، هل هو مريض ضغط، هل عنده سيولة في الدم. طبعا كل الحاجات دي بتتسأل للمريض قبل ما ابتدي اعمل حجامة للمريض. ممكن يكون عنده فيروس، فيروس A، فيروس B، فيروس C، لازم بيتسأل على الحاجات دي عشان انا احمي نفسي وهو نفس الوقت احميه هو كمان. طبعا ادوات الحجامه طبعا هي بتبقى وان يوز، بتترمي بعد كده يعني استخدام مره واحده وبتترمي بعد كده، حتى لو الشخص هيعيد استخدامها لنفسه بتبقى عامله زي السرنجه بالظبط، مجرد ما انا اشتغلت يعني بيها. حتى الشخص ذات نفسه ما ينفعش ان هو يعيدها برضه هي هي، يعني بيتغير كل جلسه. يعني هو جه عمل حجامه دلوقتي مثلا، اعمل له انا حجامه كمان 45 يوم مثلا، تمام، في ال 45 يوم اللي جايين بقى استخدم له ادوات جديده برضه. يعني مجرد ما انا بعمل الحجامه او بستخدم الكاسات دي على ظهر المريض بتترمي من على طول، يعني ما بعيدش استخدامها حتى لو كان الشخص هيعيدها استخدامها لنفسه هو. طبعا ده يعني حفاظا عليه ومنعا للتلوث ومنعا للميكروبات ومنعا للكلام ده كله. اول حاجه بنسال المريض اذا كان عنده سيوله. طبعا لو عنده سيوله طبعا ما بستخدمش المشرط او التشريط في جسمه طبعا، لان طبعا لو هو عنده سيوله هينزف دم كتير، فطبعا بيبقى فيه ادوات معينه المكان بيخرم كده زي خروم في الجسم بابره صغيره. هي انا عايزه اسال في الحته دي، هل طب هي اماكن الحجامه نفسها التشريط ده بيبقى في اي حته في الجسم ولا في اماكن معينه؟ لا في اماكن، يعني احنا عندنا فقرات الظهر كلها حوالي 33 فقره، احنا بنشتغل على الظهر، يعني الظهر ده كله في كل بين كل فقره وفقره بتعالج مرض معين. يعني حضرتك في السي 5 اللي هي بتبقى موجوده هنا خلف الرقبه دي بتعالج حوالي 80% او 90% من الامراض، وبنحط دايما في الحجامه ده كأس رئيسي بنحطه على جسم المريض. بعد كده ببتدي انزل بالنسبه للعظام بيبقى التي 1، بعد كده التي 3، ممكن التي لو احنا ما فيش لو عندنا كام مصور ولا حاجه كنت وريت لحضرتك على الشاشه الاماكن فين بالظبط. من اول التي 1 لغايه التي 11 دي نقط على ظهر المريض، في نقط بتعالج العظام، في نقط بتعالج الجلد والرئتين، في نقط بتعالج القلب والاوعيه الدمويه، في نقط للكبد، في نقط للكلى، في الاعضاء التناسليه، كل دي حاجات انا بشتغل عليها من خلال الظهر. تمام. طب انتشرت الايام دي كتير خالص الاستخدام الابر الصينيه، الوخز بالابر الصينيه، استخدم في سواء اذا كان في التخسيس او في السمنه، برضه انا بشوف ناس بتستخدم حاجات زي كده. هو حضرتك حاليا دلوقتي يعني لجأوا بره للكلام ده بديل البوتكس والفيلر. حضرتك عارفه حقن البوتكس والفيلر ده بيؤدي لمشاكل في الوجه كتير، خاصه لو انا قعدت استخدامها، يعني عملتها مره وبعد كده برجع اعملها بعد فتره مره تانية، بتاثر على الجلد وبعدين بتؤدي كمان لاورام حميده تحت الجلد، وبتاثر طبعا على الشرايين اللي ماشيه عند الاعصاب بتاعه العين، وبتاثر على الاعصاب بتاعه الفم والشفتين، وليها اضرار كتير. فهم دلوقتي عملوا ابحاث كتير على الابر الصينيه، يعني بره في كندا دلوقتي وفي اوروبا بيعملوا ابحاث كتير جدا على الابر الصينيه والطب البديل او الطب التكميلي، لانه حاجه ما بتضرش الجسم، انا بعالج الجسم من نفسه، يعني بحفز الجسم ان هو يعالج نفسه بنفسه. فاهم حضرتك ازاي؟ فلجأوا دلوقتي ان هم بيعالجوا بدل البوتكس والفيلر بالابر الصينيه، وحضرتك في مصور احنا كنا جايبينه ممكن نسترشد بيه للساده المشاهدين على الشاشه. طيب عبال ما يجهزوا لنا هم الصور كنت عايزه اسال حضرتك بس سؤال قبل ما نطلع من موضوع الحجامه، هل في شخص معين هو المتخصص في الحجامه ولا اي حد ممكن يعملها؟ عشان بس المشاهدين يتابعونا، لان ممكن لو حد مش متخصص ممكن مثلا يعمل الحجامه في منطقه مثلا غلط. حضرتك بص اللي بيعمل حجامه ده لازم الاول يكون دارس وعارف المناطق اللي هو بيشتغل عليها، مش اي حد ممكن يعمل حجامه، لان في مناطق ما ينفعش ان احنا نحط الكاسات عليها اساسا. طب ازاي اعرف على العمود الفقري نفسه حضرتك؟ نعم متخصص ولا لا؟ طبعا لازم يكون دارس ولازم يكون متحصل على دبلومه او متحصل على شهادات في الكلام في المجال ده. تمام. يعني يكون دارس وفي اكاديميه معينه او ليها سمعه طيبه يعني في الكلام ده كله. تمام يا دكتور. معانا اتصال هاتف، معانا سعاد من اسيوط. السلام عليكم. السلام. اتفضلي. الو، معلش ممكن تسمعينا بس من التليفون. طيب لو سمحتي عايزه اسال استاذه جهاد، عايزه اسال الحجامه دي لو مريض سكر وضغط ليه اعراض جانبيه لو حد يعملها؟ يعني
تمام، تحت امرك. في اي اسئله تانية لحضرتك؟ ممكن لو في حجامه في الدماغ بيقولوا عليها، هي صعبه دي؟ انت عملت حجامه قبل كده ولا انت بتسالي لسه؟ لا انا بسال، بس انا بسال، انا رجليا وجعيني وعندي، وانا مريضه سكر يعني. تمام، بشكر حضرتك. الدكتور هيجاوب على حضرتك. طيب حضرتك، بالنسبه لسؤال الاستاذه، هي بتسال طبعا لو مريض ضغط او مريض سكر، دي الحاجات دي احنا قلناها في الاول. طبعا انا بسال لو مريض سكر ما بشتغلش بالمشرط، بشتغل بالشكاكه اللي هي بتاعه الانسولين، الشكاكه اللي هي بتقيس بيها السكر، نسبه السكر في الدم، او بتقيس بيها تحليل السكر. دي بيبقى حاجه ليها سن رفيع جدا، بنستخدمه بعمل فراغات في مكان الكاس، نقدر نشكشك بيها مكان الكاس، وده بتطلع يا دوب قطرات معينه من الدم. انا اللي يهمني مش كميه الدم اللي طالعه من جسم المريض. يعني في ناس بتفتكر اللي هو طلع دم كتير او طلع دم زياده ان هو كده حاجه إيه؟ جميله. لا لا لا، هو المشكله في اللي انا الشكه او مكان الشكه او مكان الشرطه اللي انا بعملها في جسم المريض، هي دي اللي بتحفز الخلايا العصبيه اللي هي بتبتدي تنبه المخ، والمخ ينبه النخاع الشوكي ان الجسم بيتهاجم، فيبتدي يفرز كرات دم جديده حمراء مكان كرات الدم اللي انا الهرم اللي انا بطلعها من الجسم، وبكده احنا بنعمل تنشيط للدوره الدمويه. هي في كميه دم محدده ممكن تطلع يعني ولا ايه؟ يعني الطبيعي يعني كميه دم بتبقى قليله جدا اللي بتطلع، يعني ممكن هنقول يعني لا تذكر، يعني ممكن نقول ممكن نص سنتي ممكن دم، يعني مش لازم دم املى الكاس كله، يعني لان انا ما بعملش عمليه تبرع بالدم، انا بطلع بس بنبه الجسم ان في تشريط في المكان ده، فبيبتدي الجسم ينبه المخ، المخ ينبه النخاع الشوكي ان الجسم ده بيحصل له عمليه نسف. دي حاجه وهميه انا بحس الجسم بيها، اساس يطلع النخاع الشوكي يبتدي يفرز كرات دم حمراء جديده للجسم، وهي دي اللي بتنشط الجهاز المناعي، وهي دي اللي بترفع القدره على مهاجمه او فلتره الامراض اللي هي موجوده في الجسم. طب هل المريض بعد ما يخلص حجامه بيفضل في السرير مثلا فتره ولا عادي بيتعامل عادي طبيعي؟ ده مجرد ما بيقوم خلاص بيمارس النشاط بتاعه العادي المعتاد اليومي عادي. طب جدا في ناس بتخاف من الحجامه دكتور، لان بيقول لك تشريط والكلام ده، في ناس بتخاف من دي، فهل هي فيها الم ولا المها بيبقى خفيف مثلا؟ حضرتك لو انت بتعمليها مع متخصص وفاهم هو بيعمل ايه، مش هتحسي باي حاجه خالص، طالما متخصص وفاهم هو بيشتغل ازاي بالحجامه. تمام. طب نرجع بقى لليبر الصينيه، وكنت عايزه حضرتك تقول لي ايه هي الامراض اللي ممكن تعالجها الليبر الصينيه؟ احنا اتكلمنا في حته التجميل احنا قلنا مكان البوتكس والفيلر دلوقتي بيستخدموه بره في كندا وفي اوروبا دلوقتي. بيستخدموا الابر الصينيه لانها بحطها على مراكز معينه في الوجه، المراكز دي بتحفز الجسم ان هو يطلع عفوا ماده البوتكس اللي هي ماده الماده اللي هي الكولاجين، ماده الكولاجين الطبيعيه، بيبتدي الجسم يحفز الجسم ان هو يطلعها، فلما بيحفز الجسم ان هو يطلعها دي بتعد مكان البوتكس الصناعي. فطبعا انا بطلع الجسم حاجه طبيعيه. الصور جاهزه معانا، هي ممكن حضرتك تشرح منها لو حابب. تمام حضرتك، يعني احنا انا مش شايف الصوره عامه، بس هي دي اهي الوجه. احنا بنبتدي نحط الابر زي ما حضرتك شايفه كده على الاماكن اللي احنا، ايوه يا فندم، ايوه، فوق الحاجب بنحط ابرتين، وبجانب الحاجب شمال ويمين بنحط ابره وابره، وتحت اسفل الخد. هي مش مؤلمه دي شكلها اصلا؟ لا حضرتك ما بتبقاش مؤلمه خالص، دي هي ابره رفيعه جدا، يعني حضرتك عارفه الشعره بتاعت الشعر العادي بتاع الانسان، هي ابره مصمطه ورفيعه جدا برفع الشعره بالظبط، مجرد ما بنحطها على المكان ده وبثبتها انا، وطبعا طب لازم يكون على طريق متخصص. طب هي ليها اماكن محدده دكتور فلوش؟ انا شايفه هي يعني هي دي اماكنها الصحيحه ولا دي ممكن دي الاماكن الصحيحه دي الاماكن دي اللي انا ببتدي احفز الجسم اللي هو يفرز ماده الكولاجين، كولاجين الطبيعيه، مع جلسه مع جلسه مع جلسه بيبتدي الجسم يحفز نفسه، ويبتدي ماده الكولاجين الطبيعيه دي تبتدي تفرز في الوجه، فبتدي الوجه نضاره، وبتدي الوجه بتحل محل البوتكس الصناعي اللي احنا بنحقنه، او الفيلر او الحاجات الصناعيه اللي احنا بندخلها جوه الجسم، وفي نفس الوقت بيبقى ليها اضرار كتير جدا. طب ازاي بيساعد هو على علاج الالم؟ بيعمل على عمليه تسكين الالم، يعني انا بحط الابر دي في مسارات طاقه كتير في الجسم، يعني في 14 مسار طاقه في الجسم الانسان،
طبعا انا لما باجي بشتغل على مسار معين، مثلا هنيجي نشتغل على مسار قد يكون مسار الكلى والمسالك البوليه، لو في انا عندي الم في الكلى بصفه مستمره او بصفه يعني بتروح وبتيجي او حاجه زي كده، بشتغل على المسار بتاع الكلى. مسار الكلى بيبدا المسار بتاعه فيه حوالي 27 نقطه بشتغل عليها، ببتدي احط الابر بتاعتي بوزعها بطريقه معينه. بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه تحفيز للجسم او للمخ، بيبتدي يفرز ماده البروفين، البروفين الطبيعيه. جسم الانسان بيبقى فيه ماده بروفين طبيعيه بيفرزها للجسم، دي بديل المسكنات والعقاقير اللي احنا بناخدها من بره. طب ايه هي خطوات اجراء الوخز بالابر؟ خطوات اجراء الوخز بالابر حضرتك، اول حاجه بسال برضو المريض، يعني في حاجات موانع انا لازم اسال المريض عليها. اول حاجه ما اقدرش، تمام يا دكتور، تمام، ما اقدرش اعمل حضرتك ابر صينيه الا لما اسال المريض. اول حاجه، هل مركب جهاز نبضات قلب؟ يعني في جهاز تنظيم نبضات القلب ده بيتعارض مع الابر الصينيه، لان الابر الصينيه دي انا لما بحطها بتتحفز عن طريق جهاز نبضات كهربائيه بيركب عليه، فده بيعمل تاثير على جهاز تنظيم نبضات القلب. فاول حاجه ما يكونش مركب جهاز تنظيم ضربات قلب. تاني حاجه، ما تكونش واحده او سيده تكون في الاشهر الاخيره من الحمل بتاعها، لان الابر الصينيه برضو بتحفز الدوره الدمويه وبتعمل يعني غلط على الحمل. على الحمل طبعا لازم طبعاً تكون مش في الاشهر الاخرانيه من الحمل، يعني ممكن اعملها في الاشهر بدايه اشهر الحمل، يعني الشهر الاول الثاني الثالث. هي ممكن ماشي تاثر على الجنين يعني؟ لا ما تاثرش على الجنين، هي بتعمل عمليه زي ما بنقول طلع، بتحفز الطلق. الطلق يعني زي ما بتحفز الطلق، فبيحصل ولاده مبكره. ولاده مبكره يعني. فهي دي الموانع للابر الصينيه، طالما مش مركب جهاز تنظيم ضربات قلب ومش في فتره الاشهر الاخيره من الحمل، او مش مركب دعامات في القلب او اي حاجه زي كده، بنقدر نشتغل على المريض بالابر الصينيه. طب بما ان حضرتك قلت موانع استخدام الابر الصينيه، عايز حضرتك تذكر لي اللي هي الحالات اللي ما ينفعش استخدم فيها الابر الصينيه. طيب الحالات اللي هي ما ينفعش نستخدم فيها الابر الصينيه، اذا كان المريض بيشتكي من حاجات تستلزم جراحات، يعني مثلا بيشتكي من حاجه تستلزمه ان هو يخش اوضه العمليه ويعمل جراحه، يعني ما يجيليش المريض يكون في عنده مثلا ضيق في الحالب، او يكون في عنده مثلا حصاوي متكتله في الكلى وانا اعمل له ابر صينيه، لا ده عايز طبعا تنظير او عايز ان هو يخش جراحه عشان يشيل الكلام ده. لو كان المريض بيعاني من فتق في المعده، ما ينفعش اعالجه برضه بالابر الصينيه. يعني الحاجات اللي هي تخضع للعمليات او للتنظير لازم يسلك المسار بتاعه، انما اي حاجه تانية تمام ممكن تتعالج بالابر الصينيه. تمام يا دكتور، احنا معانا صوره تانية وعايزه حضرتك تشرح لي فيها اماكن التركيب بتاعه الابر دي، تشرح لنا بالظبط ايه اللي بيحصل فيها. تمام. طيب حضرتك، احنا دلوقتي احنا بنركب الابر دي على الفقرات بتاعه الظهر زي ما حضرتك شايفه كده. طبعا ده بيكون في الم على فقرات الظهر، من ابتداء من الفقرات العنقيه والقطنيه وانت نازله. طبعا بتركب الابر بين الفقره، يعني ما ينفعش اركب الابره على الفقره نفسها. بين الفقرات يعني؟ لا، يا يمين يا شمال، يعني الفقره هي في النص. انا بركب الابره يا يمين يا شمال الفقره، وبتتركب في اماكن معينه، يعني فوق كده السي 5 ده انا بركب عليه ابره، ببتدي انزل بقى باتجاهات التي 1 لغايه التي 11 بيركب عليهم ابر برضو، وبعد كده ال ال 2 من ال 2 لل 3 لغايه ال 4 بيركب عليهم ابر، وبعد كده ببدا الاسات الاس 1 والاس 2 دول بيركب عليهم ابر، وببتدي اعمل لهم عمليه تحفيز. اول حاجه يا اما عمليه تحفيز بجهاز النبضات الكهربائيه، بيركب على الابر دي جهاز بمشبك كده وبيتظبط، بيدي زي ذبذبات كهربائيه، دي بتحفز المسارات بتاعه الطاقه عني، بتفتح مسارات الطاقه. تمام. لو في اي التهابات بين الفقرات او الم بيزيد الكلام ده. ابتداء من جلسه والتانيه بحس بتحسن كبير في الالم، اول حاجه الالم بيختفي، تاني حاجه لو في التهابات بين الفقرات بتشفى تماما. لو جهاز بس في، انا ملاحظه يا دكتور اسف، الاماكن دي دقيقه جدا يعني، فهل لو في شخص استخدمها خطا او حط الابره خطا اكيد بتاثر يعني طبعا. ما احنا بنقول المجال ده لازم يكون شخص دارس ابر صينيه. طب في حاله ان هو يعني ما ينفعش حد، لا ما ينفعش حد يشتغل بالكلام ده، لازم يكون دارس وعنده خبره، لان انا بشتغل على جسم انسان، ولو حطيت ابره في مكان غلط طبعا ممكن اذي الانسان اللي انا بشتغل عليه ده. فدي حاجه يعني بديهيا لازم يكون واحد عنده خبره ودارس في المجال ده
عايز يقدر يشتغل على جسم واحد ويحط ابر ويشتغل ويبقى عارف المناطق اللي هو بيحط عليها فين الابر، اذا كان المنطقه دي هتتضر ولا المنطقه دي مش هتتضر. لازم يكون عارف يعني عنده خبره في المجال، يعني مش دارس بس، لازم يكون عنده خبره عمليه كمان في مجال الابر الصينيه. طيب احنا اتكلمنا في الحجامه وقلنا الحاجات والادوات اللي بتستخدم في الحجامه ما ينفعش ان هي تعاد استعمالها مره اخرى حتى لو الشخص نفسه ذات نفسه. طيب بالنسبه للابر دي برضو نفس الوضع بتاع الحجامه ولا ممكن يعاد استخدامها مره ثانيه؟ بص حضرتك، بالنسبه للابر الصينيه برضو هي استخدام مره واحده. اي حاجه احنا بنشتغل بيها هي الابره، مجرد ما بتطلع من الغلاف بتاعها، انا لو معايا ابر دلوقتي او معايا حاجه كنت فرجت حضرتك شكلها بيبقى عامل ازاي، بتكون مغلفه وبتكون داخل جراب، الابره نفسها بتكون داخل جراب من البلاستيك وبتكون مغلفه زي السرنجه بالظبط. مجرد انا ما بفتحها وبشتغل وبحط الابره وببتدي التحفيز بتاعه وبشيلها من على جسم المريض، بترمى في سله المهملات على طول، ملهاش اي استخدام تاني خالص. طيب كم المده اللي هي ببقى عليها في الابر دي؟ بص حضرتك، بنبدا من 5 دقائق اقصى وقت ممكن الابر الصينيه تفضل على جسم الانسان، نص ساعه، ما ينفعش اسيبها بعد النص ساعه. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم بقى في موضوع وهو يشغل كتير من الشباب والبنات برضو، اللي هو التخسيس بالابر الصينيه. طيب حضرتك، بالنسبه للتخسيس بالابر الصينيه ده بيستخدموه برضو بره كتير، طبعا دول زي جنوب شرق اسيا، الصين، تايلاند، ماليزيا، سنغافوره، بيستخدموا الطريقه دي في التخسيس، وهي طريقه امنه جدا وما باخدش اي عقاقير، ان انا اشرب اي عقاقير ممكن تاثر على الكلى عندي، ممكن تاثر على الكبد، ممكن تاثر على تدور المعده، لا انا بشتغل على حاجه انا بحفز الجسم نفسه، ان انا بتحكم في المسارات اللي هي خاصه بالمعده، بشتغل عليها ان انا اعمل عمليه حاله شبع للمسارات دي. يعني اشتغل على مسار الاستوميك او المعده، ولما بشتغل على المسار ده في نقط معينه بركب عليها الابر واعمل لها عمليه تحفيز، دي بتحسس الانسان بالشبع ان هو مش محتاج ياكل بصفه مستمره. تمام. وبتسرع كمان من عمليه الايض، عمليه الايض اللي هي الحرق الدهون، يعني زي ممكن دلوقتي انا باكل شوكولاتايه، ممكن عملت مشوار الشوكولاتايه دي خلاص السعرات الحراريه اللي فيها او الطاقه اللي فيها الكالوريز كله اتحرق، وحضرتك ممكن تاكل الشوكولاتايه نفس الشوكولاتايه دي، لا بالعكس ما بتتحرقش، لان حضرتك عندك الايض عندك فيه مشكله اللي هو ما بيحرقش. فانا بركز على المسارات بتاعه الايض وحرق الطاقه داخل جسم الانسان، بعمل لها عمليه تحفيز، فحته الحرق عند الانسان بتزيد او نسبه الحرق بتزيد. المعدل الطبيعي للخسسان باستخدام الابره الصينيه بيبقى قد ايه؟ المعدل الطبيعي لو حضرتك هنشتغل بالابره الصينيه بيختلف من شخص لشخص، يعني ما نجيبش واحد عنده 180 كيلو ونعمل له ابره صينيه، ونجيب شخص مثلا عنده 90 كيلو ونعمل له ابره صينيه وهيبقى نفس المده الزمنيه اللي هو هيخس فيها ده، هو نفس المده اللي هيخس فيها ده، لان بيبقى كميه الدهون اللي في الجسم بتبقى عاليه جدا. فكل شخص وكل حاله ليها برنامج وليها بروتوكول معين بنشتغل عليه. طيب في ناس بتاخد علاج وبتخس تمام، وبعد كده بعد ما بتوقف العلاج ده بترجع تاني، هل الابر الصينيه وضعها نفس الوضع؟ بياخدها فتره بيخس وبعد كده لما يبطلها يرجع يتخن تاني ولا ايه؟ بص حضرتك، حته اللي احنا بناخد علاج بنخس وبنرجع ناكل تاني دي برضو فيها مشكله، لا الابر بتشتغل على المسارات اللي هي خاصه زي ما قلت لحضرتك بالمسارات اللي هي خاصه بالاستومك او للشبع في المعده. تمام. بنخلي المسارات دي تحس او تحفز الجسم ان هي خلاص الجسم ممتلئ، انا خدت كفايتي في الاكل، يعني ممكن انسان بياكل 4 5 ترغفة بيحس ان هو جعان، بس مع الابر الصينيه اللي انا بعملها له على المسارات دي مجرد ما بياخد رغيف واحد بيحس ان هو وصل لحاله الشبع اللي هو خد فيها 4 ترغفة. تاني حاجه بحفز حته الحرق عنده ان هي بتزيد، ان انا بحرق اكتر من الاول، اكتر من انا ركبت الابر، بس طبعا بيحتاج طبعا برضو نظام غذائي مع الابر الصينيه، يعني مش ينفعش اقول لحضرتك انا اعمل لك ابر صينيه وهتخسي وانت تروحي تاكلي كل حاجه. طب هي برضو احنا عايزين نعرف ايه هي المسارات، حضرتك كنت بتتكلم بتقول دي مسارات الاستومك والكلام، فاحنا انا عايز اعرف ايه هي مسارات استخدام الابر الصينيه على جسم الانسان. المسارات بتاعت استخدام الابر الصينيه على جسم الانسان هي بيبقى حضرتك النقط بتاعت الابر الصينيه على جسم الانسان 365 نقطه، ده في الطب الصيني عدد ايام السنه. انقسمت ال 365 نقطة دي ل 14 مسار، كل مسار خاص بعلاج جزء في المعدة في جسم الإنسان، يعني مسار القلب ليه مسار معين بنشتغل عليه، الكلى ليها مسار معين، الكبد ليه مسار معين، الرئتين ليهم مسار معين. فحضرتك المسار أنا مش هينفع أشرحه لك، لازم يكون معانا صور توضيحية على الشاشة عشان أقدر أشرح لحضرتك المسارات مرة ثانية إن شاء الله بقى تحت أمرك.
طيب كنت عايز اعرف التخسيس الموضعي. بص يا فندم، التخسيس الموضعي اول حاجه احنا بنشتغل عليها بناخد الاماكن اللي فيها نسبه سلوليت عاليه في الجسم، يعني ممكن تلاقي انسان هو رفيع من فوق بس من تحت تخين، او في عنده مشكله في الارداف مثلا، او في مشكله عنده في الكتاف. فانا لو انا خدت ادويه او عقاقير هتعمل تخسيس للجسم كله، فابتدي تلاقي رقبه الانسان بتخس، الوجه بتاع الانسان بيبان عليه الشحوب جامد جدا لو باخد عقاقير او بتاع. فحاليا دلوقتي بره بيشتغلوا على المنطقه اللي انت عايزه تخسي فيها، يعني مثلا عندي مشكله في الارداف ما بشتغلش على الجسم كله، بشتغل على الارداف بس. عندي مشكله في منطقه البطن، فانا ما بشتغلش برضو على الجسم كله، بشتغل على منطقه البطن، يعني بشتغل على المنطقه اللي هي المراد التخسيس بتاعها عشان ما اثرش على باقي مظهر الجسم، يعني ما اثرش على الوجه اللي هو يبان خاسس جدا، ما اثرش على الرقبه الرقبه بتبان ضعيفه، ما اثرش على الرجلين. باخد المنطقه المراد اللي هي التخسيس فيها وببتدي بشتغل عليها، ودي من الحاجات الناجحه جدا في الابر الصينيه اللي هي بتعالج المكان نفسه المصاب، ما بتشتغلش على كل الجسم. طيب اللي بالتقريب كده كم جلسه بياخدهم المريض عشان او اللي هو بيعاني من السمنه مثلا عشان تمام عشان يتخن يعني يتخن ولا يخس؟ لا يخس يخس. طيب بالنسبه لو هنعمل كورس اللي احنا بنتكلم فيه اللي احنا بنعمل ابر صينيه عشان بنخسس مثلا منطقه زي منطقه البطن، بنبتدي بنحط بنوزع الابر الصينيه بتاعتنا على مسارات معينه على البطن، وبتبتدي الجلسات تاخد من جلسه لغايه 10 جلسات، يعني بالتقريب 10 جلسات يعني في الاسبوع جلستين. تمام، يعني بعمل في كل اسبوع جلسه وجلسه، يعني بينهم وبين بعض ممكن حوالي 5 ايام، يعني هو بين كل جلسه بتبقى مدتها مثلا ساعه؟ لا، ما احنا قلنا اقصى حاجه اللي انا ممكن اشتغل بيها بالابر الصناعي عشان ما تعملش مشاكل على الجلد وما تعملش مشاكل في مسارات الاعصاب والاطراف والعضلات والكلام ده كله، بيبقى من 5 دقائق لنص ساعه. وطبعا يعني نص ساعه دي اقصى تقدير لوضع الابر الصينيه على جسم الانسان. طيب هي اماكن وضع الابر الصينيه في جسم الانسان هي نفس الاماكن كبار السن زي الشباب برضو ولا بتختلف؟ بص حضرتك، هي بتبقى مسارات واحده، يعني المسار اللي انا بشتغل عليه هو مسار خاص لو انا بشتغل عليه على شاب او بشتغل عليه مع على واحد كبير في السن، هو نفس المسار، لان هي بتركب على الجلد من فوق، انت حضرتك ما بتحسيش بيها، يعني انت مش يعني متخيله ان الابره دي بتخش جوه الجسم هي كله. عشان إبرة لا، انا حضرتك بدخل جزء من الابره، يعني مثلا هي الابره طولها مثلا، في الابر احجام كمان حضرتك، يعني في ابر مقاس 3، في ابر مقاس 4، في ابر مقاس 5، وكل مقاس بيستخدم لعلاج مرض معين. وحته ان انا ادخل الابره في جسم الانسان قد ايه بالظبط العمق بتاعه ده برضو بيختلف على المسار اللي انا شغال عليه، وبيختلف على يعني يختلف ان هو من مرض لمرض، انا بعالج حاجه معينه مثلا العمق بتاعه بيبقى سنتي، بعالج مرض معين العمق بتاعه بيبقى سنتي ونص وهكذا. وفي ناس برضو عندها صدفيه وعندها حساسيه جلد، بتتعامل معاهم ازاي؟ الصدفيه والحساسيه انا ما برجح لهمش حته الابر الصينيه، الصدفيه وامراض الجلد المناعيه طبعا دي برجح لهم العلاج بسم النحل. وسم النحل ده انا كنت اتكلمت عليه بحلقات سابقه قبل كده، ان هو مضاد حيوي طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعادل 4 أو 5 أضعاف البنسلين اللي احنا بناخده اللي هو موجود في الصيدليات. ودي منحه ربانيه ربنا جابها لنا في النحله زي العسل بالظبط، لما ربنا قال فيه شفاء للناس يخرج من بطونه شراب مختلف الوان وفيه شفاء للناس، يعني القصد من الشراب المختلف الوانه مش العسل بس، العسل والسم، لان هم فايدتهم تعتبر واحده. تمام. طب هل في مثلا حضرتك قلت ان في حاجات بتتمنع فيها الابر الصينيه، طب ايه الامراض اللي ما ينفعش استعمل فيها الابر الصينيه؟ الامراض اللي احنا ما ينفعش نستخدم فيها الابره الصينيه، قلت لحضرتك الامراض اللي هي ممكن تتعلق بجراحات او لازم تدخل جراحي فيها، يعني مثلا ممكن واحد يكون عنده اورام معينه ما ينفعش اشتغل عليه بالابره الصينيه. طب هل بيعمل تحاليل الاول؟ هو المفروض يكون عامل تحاليل، يعني ابسط حاجه يكون عامل صوره دم كامله للجسم بس، انما هو طبعا بيكون عارف، يعني المريض اللي هو جاي بيتعالج من حاجه معينه او حاجه هي الماء او حاجه زي كده بيبقى جاي عارف هو عنده ايه بالظبط. طب او مريض اللي هو الغدد ده، الغده الدرقيه، حضرتك بتتكلمي على الغده الدرقيه ومشكلتها، طبعا الغده الدرقيه ليها مشاكل كبير لانها بتاثر على الجسم كله. الغده الدرقيه ممكن يشتغل عليها بسم النحل، ما نشتغلش عليها بالابر الصينيه.
يعني كل مرض وليه نسبة النجاح بتاعه بتبقى موجودة في نوع علاج معين. يعني الإبر الصينية خاصة بأمراض معينة بيجيب نتائج فيها هايلة جدا، وسم النحل بيجيب نتائج هايلة برضو جدا في أمراض تانية. يعني أنا المريض اللي بيجيلي أنا بقول له إيه اللي ينفعه أكتر إيه، وبرشح له المجال اللي هو هنشتغل عليه، إذا كان إبر صينية أو إذا كان سم نحل أو إذا كان حجامة، يعني بقول له المجال اللي احنا هنشتغل يعني عليه. هي الإبر الصينية دي معترف بها دوليا كعلاج؟ دوليا، وبتعالج بها في أوروبا وفي أمريكا، وليها جامعات بتدرس الإبر الصينية طبعا. وهم حاليا دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا بيلجأوا للطب اللي هو التكاملي أو التكميلي، يعني اللي هو أنا بحفز الجسم الإنسان داخليا إن هو يعالج المرض اللي جوه الجسم، ما بدلوش عقاقير او بقلل من حته العقاقير. يعني العقاقير بستخدمها في اضيق الحدود جدا، يعني ما يجيش واحد مثلا عنده شويه صداع الجا على طول للاسبرين وارجع على طول للبنادول وارجع على طول للحاجات دي واتعود عليها. دكتور الصداع المستمر ده بيبقى له الحجامه افضل؟ الحجامه في الصداع في المستمر او الشقيقه او اللي هي الصداع اللي هو بيجي نصفي بنصف الراس او طول الراس وملوش اي، يعني انا عملت الفحوصات بتاعتي، عملت اشعاعاتي، عملت تحاليلي، عملت كل حاجه وطلعت تمام نورمال ما فيهاش اي حاجه، بلجا للحجامه. الحجامه بتجيب نتائج هايله جدا في المجال ده. تمام. طب في عيادات دلوقتي وفي دكاتره كتير بيقولوا علاج الالم، هل علاج الالم مرتبط بالابر الصينيه؟ علاج الالم مرتبط بالابر الصينيه، لان من الحاجات اللي بتعملها الابر الصينيه في جسم الانسان زي ما قلت حضرتك اللي هي بتشتغل على مواضع الالم في جسم الانسان، وبتحفز المخ ان هو يفرز الماده اللي هي المورفين الطبيعي اللي هو بياخدوه. يعني انت حضرتك لو جالك مثلا كريز الكلى او جالك مغص كلوي جامد، اول ما بتروح المستشفى على طول بيلحقك بحقنه ايه، مورفين او حقنه فولتا، اي حاجه مسكنه. ده حاجه مسكن طبيعي. علاج الالم ان هم تقريبا بيستخدموا حقن مجهري وحاجات زي لا كده. هو حاليا دلوقتي ده مرتبط بالابر؟ لا، الحقن المجهري ده شيء والجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها شيء. هو بره دلوقتي وصلوا لحاجه بالابر الصينيه اللي هو بدل ما بيديكي المخدر او البنكن داخله تعملي عمليه جراحيه مثلا. وفي ناس كبار في السن، يعني ممكن سنه 80 و90 سنه ما بينفعش معاهم اللي هو البنج النصفي او البنج الكلي، وبيبقى فيه خطوره على الحياه بتاعتهم لو هو خد البنج من البنج، يعني مش الخطوره من العمليه ان هو يعمل عمليه، العمليه هتبقى ناجحه بنسبه كبيره بس هو بيخاف عليه في التخدير. فحاليا في الصين دلوقتي وفي اوكرانيا وفي روسيا والدول دي بيعملوا عمليه التخدير بالابر الصينيه. يعني سيد دلوقتي انا داخل اعمل عمليه في منطقه البطن، بحط الابره الصينيه بطريقه معينه بوصل لعمليه تخدير المنطقه اللي بعمل فيها الجراحه دي. ودي طبعا بيستفيد منها الناس اللي هم كبار السن اللي هم ما يقدروش يتعرضوا للتخدير يعني. تمام. طيب عايزه حضرتك تعرف المشاهدين بس الفرق ما بين علاج الالم وايه هو اصلا علاج الالم وما بين الابره الصينيه. علاج الالم، علاج الالم ده انا مثلا بيجي لي الام متكرره زي ما انت حضرتك بتقولي كده، صداع انا بيجي لي نصفي انا مش عارف هو ايه، خدت البنادول وخدت كل حاجه وبرده الصداع ده مستمر معايا، رحت عملت الاشعاعات بتاعتي والاشعاعات بتاعتي زي الفل وتمام. انا في مسارات في الجسم هنا اسمها مسارات الالم، انا ببتدي بحط عليها الابر الصينيه بتاعتي دي وببتدي اعمل لها تحفيز، يا اما بالتسخين يا اما عن طريق يدويا تحفيز باليد، بتشتغل على المسارات بتاعه الالم، بتعمل عمليه تسكين للالم ده لفترات معينه، فتره مع فتره، فتره جلسه مع جلسه مع جلسه. حضرتك ما بتحتاجيش ان انت تاخدي اي مسكنات خارجيه او اي حاجه عقاقير من بره، بتعتمدي على جسمك اللي هو سكن الالم من داخل الجسم نفسه. طيب هل الابر دي بتستخدم او تبقى بديل عن جراحات هشاشه العظام؟ لا، ما تبقاش بديل عن جراحات هشاشه العظام، هي ممكن تبقى حاجه تكميليه ليها. يعني هو حته هشاشه العظام والمشاكل اللي هي بتيجي في حضرتك تقصدي خشونه الركبه والحاجات دي، ايوه، هل هي بتبقى بديل ليها هي ولا بتسكن الالام اللي الناتجه عن الالام عن المرض نفسه؟ يعني في ناس كتير بتقعد تدهن دهانات كتير على الركبه عشان الالام اللي بتبقى جامده ما يقدرش يستحملها، وبيدهن الصبح وبيدهن بالليل والجسم بيتعود على الدهانات دي وبعد كده الالم بيفضل مستمر. لا، انا لما بشتغل بالابر الصينيه على المسارات بتاعه الركبه او المسارات اللي فيها خشونه او فيها التهابات، انا بقدر اتحكم في مسارات الالم واخلي المريض نفسه ما يشعرش باي الم في المكان المصاب بتاع الجسم بتاعه. يعني افهم من كده ان الابر الصينيه دي هي الافضل في علاج الطب البديل؟
هي الإبر الصينية الأفضل في علاج الطب البديل، لأن هي حاجة ما بتضرش الجسم في حاجة، بل بالعكس هي حاجة تحفيزية، بحفز منها العضلات، يعني بحفز هي منها ملهاش أضرار مصر، جانبية؟ ملهاش أي سايد افكت خالص. قلت لحضرتك يعني بنستخدمها عادي ويستخدمها المريض وهو مطمن، يعني ان مفيش أي أعراض، يعني ما كانتش هتفيده مش هتضره. لا لا، هي مش هتضره خالص، لان لو اشتغل عليها واحد متخصص، ما يجيش اي حد يقول لي انا بشتغل بالابر الصينيه، يعني لازم واحد يكون متخصص عشان يبقى عارف هو بيشتغل فين وبيشتغل على مسارات ايه. انما هي عامه الابر الصينيه ملهاش اي اثار جانبيه على جسم الانسان. طب ماشي، طب انا كمريض مثلا وعايز ادخل اتعالج بالابر الصينيه، دخلت مركز بيتعامل بالابر الصينيه، طب اعرف ازاي مثلا المركز ده مؤهل او الناس اللي فيه مثلا مؤهلين ان هم يستخدموا او يعالجوا بالابر الصينيه؟ لازم يكون معاه دراسات، ولازم يكون معاه شهادات، ولازم يكون ما معاه انا هدخل تصريح اقول له دي بهذا الكلام. وريني مثلا لا، هو شهادات. طبعا بيكون باين. حضرتك بتسالي على المركز ده قبل ما تروحي، يعني انا دلوقتي عايز اروح للدكتور حتى عادي، بسال الدكتور بقى الدكتور ده، طب الدكتور ده كويس، الدكتور ده وضعه ايه، بسال واحد راح اتعالج عنده، بسال بكون في حد معرفه راح وجاب نتائج معاه وبتاع، بتتعرف كده يعني حضرتك. هي المشكله بس ان هنا في القاهره بدا الناس تلجا للليبر السنين، يعني هو بس مش متعمق قوي هنا يعني في القاهره. هو لسه عشان بس هي مفيش مراكز كتير في القاهرة حاليا، انما بره حضرتك لو طلعت بره حتى في اوروبا دلوقتي مراكز الابر الصينية مالية الدنيا، وامريكا وكندا شغالين بالابر الصينية، بيعالجوا كتير بالابر الصينية، حتى الحاجات التجميلية هبقول لحضرتك بيشتغلوا بيها بالابر الصينية، يعني مجالها كبير بره وشغالين بيها، حتى في الصين، حتى في اوكرانيا، في تايلاند، في ماليزيا شغالين بالابر الصينية، وفي عيادات كتير ابر صينية هنا في القاهرة حاليا بدأت تفتح يعني. شغالة بيها يعني. اه طيب هي، طب هي بتستخدم في التخسيس بس ولا برضو في مثلا الناس اللي عايزة، في النحافة يعني الناس اللي عايزة تتخن يعني؟ الناس اللي عايزه تتخن، ما هو زي ما انا حضرتك بشتغل، قلت لحضرتك على الاماكن اللي انا بشتغل عليها، على الاستومك اللي هي انا من خلالها بزيد عمليه الحرق في الناس اللي هم عايزين يخسوا، في مراكز تانية انا ممكن برضو بحط عليها الابر الصينيه دي، وبعمل حتى زي ما اكون حاجه فاتح للشهيه، يعني ايه مسار، انا مسار المعده بشتغل عليه، ببقى بعمل عمليه تقليل من عمليه الحرق في الطاقه بتاعه الانسان، يعني انا خدت كالوريز معين، الكالوريز ده ما يتحرقش بسهوله، فاهمه ازاي؟ يعني حضرتك زي ما في مسار كده في مسار العكس بتاعه برضو. برضو ومع ذلك برضو مش بنعتمدش على الابر الصينيه، برضو بيبقى في نظام غذائي برضو هو اللي هو المريض بيمشي عليه، اذا كان في النحافه او اذا كان اذا هو عايز يعمل عمليه تخسيس او فقدان للوزن. طيب هي ممكن تستخدم في ناس اللي هي عندها صلع مثلا في تنبيت الشعر مرة تانية، ممكن تستخدم ابر صينية ولا هي استخداماتها محددة يعني مثلا تخسيس؟ هي حضرتك لا، ممكن تستخدم في حته لتحفيز بويصلات الشعر اللي هي تبدا تنبت من اول جديد، بس ده بيبقى على اللونج تايم، يعني بياخد وقت شويه، يعني مش من اول ما انا احط الابره الصينيه على طول هيطلع له شعر، طبعا ما حاجه ما ينفعش، فانا بشتغل عليها بس بيبقى النتائج بتاعتها ملموسه على اللونج تايم، يعني ممكن المريض يبدا الجلسات بتاعته يبدا من 5 جلسات، ممكن يقعد لغايه 15 جلسه. دي بتعمل عملية تحفيز للبويصلات بتاعة الشعر عشان تبتدي تنبت من أول جديد، أو تحفيز ليها. طب هي احنا كده فهمت ان الابر الصينيه دي داخله في كل حاجه. تمام. طب عايزه بس سريعه كده حضرتك تقول لي الحاجات اللي هستخدم فيها الابر الصينيه وكلها. تمام. الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الإبر الصينية، الصداع المستمر، لو واحد بيشتكي من صداع مستمر طبعا ممكن بيستخدم فيها الإبر الصينية. طب اولا بس يا دكتور ليا سؤال في موضوع الصداع ده، تمام. الصداع ده مرض ولا عرض؟ في مرض وفي عرض، يعني انا السيد دلوقتي انا بيجي لي صداع دايما، ورحت عملت الاشعات والتحاليل بتاعتي طلع في عندي مشكله مثلا في المخ، في الشرايين اللي بتاعت المخ، في ده بيبقى ده مرض لازم له ان علاج وكورس وبروتوكول علاج بقى مع الدكاتره المختصه في المخ والاعصاب يبتدي يشتغل عليه. وفي عرض اللي هو انا عملت الاشعات والتحاليل بتاعتي طلعت الاشعات والتحاليل بتاعتي نورمال ما فيهاش اي مشاكل، بس انا برضو بحس بالصداع من حين لاخر، وباخد بقى يعني يعني ممكن مسكنات، مثلا يكون ارهاق قلة نوم ممكن يكون حاجة ارهاق، زي كده؟ وممكن يكون مسارات الطاقه عندي مش متظبطه، جسم الانسان فيه طاقه سلبيه وفيه طاقه ايجابيه، الطاقه السلبيه لما بتطغى على الطاقه الايجابيه بتعمل يعني زي ما نقول ايه، تحس ان انت جسمك دايما في حاله هزال، تحس ان انت دايما كسلانه مش عايزه تتحركي، تحس دايما بصداع بيجيلك، تحس الام في جسمك، فلازم انا بعادل الطاقه الايجابيه مع الطاقه السلبيه، اخليهم الاثنين زي بعض زي كفه الميزان، لو حاجه عليت عن حاجه بيحصل تاثير على اعضاء الجسم كلها، ممكن تاثر على اعضاء الجسم، انت حضرتك تحس بصداع، ممكن حد تاني يحس بالام دايما في جسمه، واحد يحس تاني ان هو مكسل عن الشغل ومش قادر ومرهق دايما،
يعني بتختلف من شخص لشخص حسب الكيمياء بتاعت الدم نفسها بتاعت الجسم. تمام. طب بالنسبه نرجع بقى بالنسبه للناس اللي هي عايزه تتخن دي، في حاجات انا بشوفها بيعملوها مثلا البنات او كده، والدكاتره بيستخدموها مع الناس اللي عايزه تتخن عندهم نحاف، اللي هي حاجات يعني هي دي ابر صينيه ولا اعشاب؟ بس هو السؤال هنا يعني بتتحط هنا في الودن. تمام حضرتك، دي نوع من انواع الابر الصينيه، يعني اللي في ابر صينيه اللي احنا شفناها على الشاشه اللي هي بتبقى ابره طويله مصمطه بدرجات طول معين زي ما قلت لحضرتك مقاسات معينه، دي بتركب على اعضاء الجسم المختلفه. اما الودن فهي الودن في الطب الصيني بتعالج 90 مرض، يعني الودن نفسها فيها مراكز ل 90 مرض انا ممكن اعالجه عن طريق الودن بالظبط، ودن الانسان. ففي ابر صينيه بتتركب عن طريق الجفت، بتبقى مدوره صغيره كده، بس هي بتاخد وقت دي تقريبا صح؟ بتقعد على 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 الودن من 5 ايام لاسبوع وبتتغير. يعني بشتغل يعني سي انت حضرتك جيتي دلوقتي هتركبي الابر الصينيه الخاصه بالتخسيس على ودن حضرتك، بنعمل الجلسه دي وبنركب الابر على الودن وبتفضلي بالابر دي من 5 ايام لاسبوع. بنيجي لما تيجي تغيري الجلسه الثانيه بنغير، يعني ما بنركبهاش على الودنين الاثنين، بتركب على ودن وبنسيب يعني ودن. جلسه على ودن معين، ولما نيجي الجلسه الثانيه بنشيل الابر دي بتترمي خلاص وبتدي نحط ابر جديده على الودن الثاني. تمام. طب عايزه حضرتك تقدم نصايح للمشاهدين اللي هم عايزين يستخدموا الابر الصينيه دي. اقول لهم ان الابر الصينيه امنه جدا، والابر الصينيه دلوقتي بتستخدم في بلدان كتير من بلدان العالم المتقدم زي كندا وامريكا والنمسا وفرنسا، دول كتير بتشتغل بالابر الصينيه لانها بتعالج الالام وبتحفز الطاقه، بتعادل الطاقه في جسم الانسان، الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، وده بينعكس طبعا على اعضاء الجسم المختلفه، بتخلي الصحه بتاعه الجسم الانسان في النضاره بتاعتها، بتحفز الخلايا ان هي تبقى نشطه، بتحفز الاعضاء بتاعه القسم الداخليه اللي هي تبقى نشطه زي القلب، الرئه، البنكرياس، الكبد، ان هم يشتغلوا ويؤدوا الوظائف بتاعتهم بطريقه كويسه جدا، وهي حاجه مش مضره خالص لجسم الانسان وما بتعملش سايد افكت لاي حاجه، وجميله جدا. بشكر حضرتك يا فندم وسعدت بلقاء حضرتك النهارده. الله يعزك، كان شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكركم جدا مشاهدينا الكرام، واستناكم مع حلقه جديده ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم في برنامج ساعه مع جهاد.